ولا نقدر نشوف ولا نقدر نلمسه ولا حتى عارفين ايه هو بالظبط. الحاجه الوحيده اللي احنا متاكدين منها ان هو محور حياتنا وهو حجر اساس بناء الكون ده. تفتكروا انا بتكلم عن ايه؟ الزمن. تخيلوا بقى لو نقدر نتحكم في الزمن ده، نسافر للمستقبل او نرجع للماضي ونصلح اخطائنا، شيء جنون. بس احنا فعلا اوريدي بنعمل كده، فاحنا بننتقل بالمستقبل بس لقدام. فالنهارده هو المستقبل بتاع امبارح، الثانيه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي هي المستقبل بتاع السنه اللي فاتت. بس ده سهل، الناس كلها بتقدر تعمله. تيجي نعمل الاصعب، تيجي نسافر للزمن اللي ورا. اينشتاين وصف الموضوع ده بالظبط في النظريه النسبيه الخاصه وقال اسرع سرعه في الكون كله هي سرعه الضوء 300,000 كيلو متر في الثانيه. السرعه دي لو مثلناها بشخص، فالشخص ده لو واقف مكاني هنا هيقدر يلف الكره الارضيه 3 مرات ويرجع لنفس النقطه في ثانيه واحده. سرعه كبيره جدا. اينشتاين قال اول ما هنبدا نزود من سرعتنا، هنزود في السرعه، هيحصل حاجه اسمها تباطؤ الزمن، هيحصل شد للزمن. يعني اللي ماشي بسرعه عاليه جدا هيحس ان الثانيه اكنها دقيقه، والدقيقه اكنها ساعه، وساعه اكنها يوم، واليوم اكنه سنه، لحد ما يوصل لسرعه الضوء. اول ما نبدا نتحرك بسرعه الضوء الزمن هيقف. هننتقل مرحله الزمن لمرحله الابد والخلود. هنبقى في منطقه في النص، قبلينا الماضي وقدامنا المستقبل، واحنا خالدين ما بنموتش. واللي احنا عايزينه هيحصل اول ما نتحرك باسرع من سرعه الضوء ولو بكيلو واحد. هنرجع لورا، يعني هنسافر النهارده ونرجع امبارح، هنبقى بنتحرك لورا مش لقدام. تمام، انا سمعت الموضوع دوت وجمعت تيم فايف بتاعي وعملنا ماشين بتمشي باسرع من سرعه الضوء، يعني بتمشي ب 300,000 كيلو متر وواحد. بدانا رحلتنا، بدانا نزود السرعه، السرعه بتزيد، هنسافر بالزمن، هنرجع للماضي، هنصلح اخطاء. فجاه لقينا السرعه مش بتزيد بالقدر اللي كانت بتزيد في الاول. فجاه لقينا الكتله بتزيد. ازاي الكتله تزيد؟ الكتله احنا طالعين بيها من الارض ثابته، ما ينفعش تزيد. قعدنا نتشيك على المحرك، لقينا المحرك شغال ب 100% من قدرته. 100% يعني المفروض دلوقتي نبقى سافرنا بالزمن، يعني المفروض نرجعنا في الماضي. ايه اللي حصل؟ فجاه طلع معانا واحد زي فيلم سمير وشهير وبراهيم بالظبط، وقال لنا انتوا نسيتوا اهم جزء. اينشتاين قال مستحيل علميا نقدر نسافر بسرعه الضوء. علشان نسافر بسرعه الضوء محتاجين طاقه لا نهائيه. تعالوا نفهم النقطه دي. لو تخيلت ان انا طاقه ومنا سرعه وياسمين كتله، فانا شغلتي ان انا بزود في منا، بزود في سرعتها لحد ما منا هتوصل لدرجه مش هتقدر تزيد عنها. هبتدي انا احول لياسمين وازود في كتلتها، فكتله ياسمين هتكبر، كتله الجسم اللي بيمشي بسرعه الضوء هتزيد، وكتر ما الكتله بتزيد هيصعب ان احنا نزودها. فبالتالي علشان نقدر نعمل كده ونسافر بسرعه الضوء محتاجين طاقه لا نهائيه، ودي مستحيل تحصل. وبكده هيبقى صعب جدا ان احنا نسافر بالزمن بالطريقه دي. بس طمنوا، في طرق كتير بتوصف الموضوع ده، بس كلها قيد الدراسه. بس السؤال الاهم لازم نساله، هل احنا فعلا محتاجين نسافر بالزمن؟ هل دي هتبقى حاجه كويسه لينا؟ هل هتبقى حاجه كويسه لما اعرف انا هبقى ازاي في المستقبل؟ مش يمكن دوت احسن ان انا سايب كل حاجه بظروفها؟ وهتبقى احسن ليا لو غيرت الماضي؟ مش يمكن اللي بيحصل ده هو الصح؟ كان معاكم هشام عادل، تيم 5.